السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده موقع حلو بيشتغل في الذكاء الصناعي اسمه شات جي بي تي سايد بار، بيبقى موجود بالشكل دوت. هو عبارة عن أداة بتقدر تضيفها لجوجل كروم أو إيدج، بيقدر يعمل لك إمكانيات حلوة قوي، إن أي حتة ممكن إن أنت تلخصها أو تترجمها أو تسأله فيها، يعني تقول له خد الصفحة دي كلها وأنا عندي سؤال معين فأنا مش فاضي أقرأ الصفحة دي كلها، هات لي الإجابة من الصفحة دي. يعني في شات جي بي تي مفتوح على كل حاجة، لا أنا عايزها من الصفحة دي بس. وفي كذا كاستم برومت موجود، تقدر تقول له مثلا عايز حاجة في التلخيص، عايز حاجة تشرح، عايز حاجة وهكذا، فتقدر تختار يلخص لك المقالة أو يجيب لك صفحات مشابهة، قول له الصفحة دي عجباني عايز صفحات زيها، أو يشرح لي الجزئية ديت، او شوف الاسئله معينه قالت لي الاجابه بتاعتها وهكذا. فدي ان شاء الله ده ممكن تفيدنا.